يسعد مساكم صبايا، وكل عام وانتم بخير ورمضان مبارك. الله يجعله خير وبركة على الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله. صبايا، ما بيحلى رمضان إلا بالمعروق. طبعا أنا منزلة من 2013 طرق معروق رائعة، ورح نجدد هالطرق ونرجع نطرحها مرة تانية بطريقة سهلة. يا ريت نركز شوي، طريقة كتير سهلة صبايا، ورح يطلع معكم معروق بياخد العقل. نحن أساسيات المعروق منعرف إنه هي طحين وسكر وملح وخميرة. أي زيادة هي قيمة غذائية لتدعم، وزائد إنه بتدعم الطعم لناخد طعم أطيب. صبايا، أول مرحلة رح نبدأ فيها، رح أخذ وعاء حطيت معلقة خميرة، هذا النوع، أي نوع صبايا، أي نوع خميرة، هذا نوعين الخميرة يا ريت تضعوهم بهالشكل مشان تختبروا صلاحية الخميرة. إذا فارت معناتها صالحة، إذا تضاعف حجمها، وإذا ما تضاعف حجمها معناتها غير صالحة. صبايا، هاي هي الخميرة. رح نحط من مقدار السكر، هذا هو المقدار الكلي صبايا، 10 معالق كبار. رح اخذ من المقدار الكلي معلقة واحدة، بدي اسرع عملية التخمير للمعروق، انا مستعجل. تمام، بنفس الوقت بدي اختبر صلاحية الخميرة. راح احط كوب ماء، ممكن تضيفيه حليب بيعطي طعم اطيب، كتير بيعطي طعم طيب صبايا. كاسة راح احطها بهالشكل صبايا، تمام، وأحرك بدي أسرع عملية التخمير. إيش بدي أعمل؟ باخد من الطحين صبايا 10 معالق، وحدة، هاي تمتين، ثلاثة، أربعة، 5 6 7 8 9 10، وراح أدوبهم بهالشكل، بيصير عنا مثل اللبن الرايب. هاي أول مرحلة صبايا، كتير سهل والطريقة 100% ناجح. راح أغطيها، أغطي هالوعاء وأتركه على جنب. المزيج صبايا تركناه على جنب، خلينا ننتقل للمرحلة الثانية. هذا هو بقية كيس الطحين صبايا، بكل بساطة بحطه بهالشكل. طبعا لو ما كان عندك عجانة، العجانة لا تعني فشل أو نجاح الوصفة بشكل كامل. هذا هو، بنحط النواشف كلها مع بعضها صبايا، معلقة يانسون وشمرة اللي بحب صبايا، هذا ذوق شخصي. محلب، هاي هي المعلقة، المحلب غير الحلبة يا صبايا. منحط رشة ملح لتعديل الطعم، رشة صغيرة صبايا، هي فركة بين الأصابع. السكر، شايفين كتير سهل صبايا، كتير سهل. هذا هو مقدار السكر، أخذنا منه معلقة كبيرة، بقي 9 معالق. رح أخلط كل هالنواشف مع بعضها بهالشكل صبايا، رح أخلطهم كلياتهم
لو عنا بودرة حليب صبايا يا ريت تحطوا 5 معالق بودرة حليب. رائع. ما عندك اعتبري سائل الحليب هو اللي بدنا نعجن فيه. صبايا بالسوق بيستعملوا محسن العجين غير محسن الكيك، هو بيساعد على رفخ العجين، بيعطيه قوام جميل، بيعطيه لون جميل. نحن بتحضير جيد ووضع المواد الرائعة الطيبة رح ناخد نفس النتيجة. رح أحرك هالنواشف كلياتها مع بعضها وآخد صبايا معلقة زبدة كبيرة لا تكتري مشان ما تثقل العجينة بهالشكل. هاي المعلقة كبيرة بتطلع معلقة كبيرة جبل، معلقتين ممسوحات. بفرك الخليط مثل الرمل بين ايدي مثل كأني عم ببس معمول. بدي هالحبيبات الطحين تاخد طعمة الزبدة أو السمن الحيواني الطيب أو السمن العربي الحر، اختاري المناسب. بهالشكل صبايا، بهالشكل نحط معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بس حاج بكفي، والفرق هيك رح يكون بهالشكل. بدنا هالزبدة طعمها طيب تتغلغل بالطحين وبهالنواشف كلها. صبايا شوفوا شلون طالعت ثقوب، هذا دليل صلاحية التخمير. بدي أزيد أنا بالتخمير وآخذ طعامي أطيب. ممكن تحطي لبن، ممكن تحطي قشطة جيمر، وممكن بلا. رح أحط بيضة صبايا، ورح أحط زيت بهالشكل صبايا، زيت فنجان، ورح أخلطهم. صار عندي سوائل، هالسوائل كلها داعمة للتخمير وكاللون زائد قيمة غذائية. على جنب بدنا نحضر مي. أنا قلت بدي أعجن بحليب، ما عندي بودرة حليب. هي حطيت نص كاسة مي ونص كاسة حليب. بدي أشوف شقد الاستيعاب بده ياخد الكيلو طحين. هذا هو الخليط صبايا. رح أصب هالخليط هذا لهون وأعجن، وبعدين بحط هالسائل شوي شوي. بدي أشوف قوام عجينة. هذا هو الحليب، وممكن ماء صبايا. بدنا نحط شوي شوي ومنوقف ومنعجن. بالأخير بده يلزمنا معلقة زيت للملمة العجينة فقط. هي ببساطة عجينة معروف لازم نريحها. حسب الجو اللي عندك ممكن تختمر بساعة، ممكن بساعتين، ممكن ب4 ساعات حسب الجو إذا كان بارد أو ساخن. راح نحط كمان ونعجن. المفروض تنعجن لمدة 10 دقائق. هذا زاد صبايا من الحليب، خلاص ما بقى أحطه قبل كفايته. معناتها معلقة زيت بس للملمة العجين مشان ما تلزق معي. تلزيق العجينة دليل نجاح صبايا. حطيت هيني، هلا بفرجيك القوامة بحيث تضغطي بأصابعك تنضغط بكل بساطة، تكون طرية جدا. كل ما لزقت العجينة امسحي ايدك بزيت وشكليها ما تخافي، هذا دليل نجاح صبايا. هيك قوام العجينة، بمسح ايدي زيت بتكون بهالشكل تلزق معي. مجرد ما امسح ايدي زيت ما بقى بتلزق معي. هذا هو المعروف الطيب الفلكلور السوري. شايفين صبايا لسه صار لها نص ساعه. لا انا بدي اياها تنفخ اكثر، رح اريحها اكثر حسب الحراره. انا الجو ما عندي اياه حار لحتى تختمر بساعة. صبايا اختبرت العجينة وهلأ بدنا نشف. صبايا مسحت زيت بالمنديل بالمحرمة بهالشكل كافي. وهون نفس الشيء رح نشكل العجينة. ممكن سادة ما تعملي شيء نهائي، وممكن نحشيها لنشوف شلون. إذا بدك سادة تاخدي بهالشكل، بتمسحي ايدك زيت وبتمسكيها
بهالشكل، بنقسمها بالنص ومنشكل الصبايا سادة بهالشكل. رح تنفر صبايا بعد التشكيل بهالشكل، بدنا اياه معروك حلب بهالشكل عادي صبايا. واذا حبيتي تحشي بترققي طبقة وبتبدي بتحطي طبقة تانية رقيقة وبتحشي بيناتهم. وممكن تعملي اشكال عديدة، الضفرة انا منزلة طريقتها صبايا، بدي اجيبها على الحواف تماما، بدي اشكل دوائر من خلال كاسة غطا، ما في مشكلة. صبايا ممكن بهالشكل نعمل هيك، صبايا لو طلع هالفراغات هي كلها بتتعبى. حطيت هون رشة نسكافيه مع حليب دوبتها، بعدين حطيت بيضة بالفرشاي صبايا بهالشكل بهالشكل يلزق معنا. ممكن هالسمسم، ممكن سمسم مقشور بهالشكل. بدنا نحضر قطر صبايا مشان وقت اللي بيطلع المعروف ندهنه بالقطر بهالشكل. صبايا هذا هو معروك حلب، بجنن. بدنا نحمي الفرن على 180 صبايا من فوق من تحت. بالبداية منطفي من فوق ونترك من تحت، ما بياخد معكم أكثر من ربع ساعة صبايا، هذا دليل نجاح المعروك. خلال ربع ساعة إذا طول كتير بينشف، ما بيطلع طري ما بيطلع طري. صبايا أكيد نحن ما منحب كل يوم نعمل ورشة معروك، ممكن تعملي المعروك قبل بيوم تقسمي على قرصين، الكيلو بيطلع قرصين كبار كتير او قرصين عفوا ثلاث قراص بهالحجم. تمام صبايا، شفتوا شلون مديتها قدامكم رقيقة، لفحتها، ثبتت التخمير بالبراد من تحت مو بالمجمدة. تاني يوم طالعتها مشان تاخد حرارة المطبخ وتكمل تخميرها، لانه بالبرودة بيسمت التخمير، بيتأخر انه تختمر. ونحن نعرف نجاح المعروف بالتخمير الجيد. مجرد ما طالعته انا الصبح انتفخ، رح احطه بالفرن واخبزه، باخذ معروف من اروع ما يبقى. حرارة 180، ما بياخد معكم اكثر من ربع ساعة او 20 دقيقة. إذا طول ما بيطلع ناجح، بتطلع المعروكة مالا طرية وكتيمة، بتلاقيها بينشف المعروف. هالمعروك الرائع صبايا، شايفين شقد نفخ بجنن صبايا، بياخد العقل طراوة ولا أطيب شكل وطعم. خلص المعروك صبايا وبهالشكل، ندهنه قطر وهو سخن نار والقطر بارد بهالشكل. بدي المعروف كلياته أسقي قطر صبايا. هلا بدي اقلبه وازينه رش جوز الهند، بيطلع ولا. هذا هو صبايا قلبته، وهلا رح ازينه بجوز الهند. لسه القطر عليه، رح يلزق جوز الهند بهالشكل فعلا ولا اطيب. من جروب مطبخ دلال حناوي للنواعم والمبتدئات، خطوة بخطوة. وأهلا وسهلا فيكي صبية، إن حبيتي تتابعيني تابعيني على قناتي باليوتيوب، مجرد كبسة زر أحمر مربع اشتراك رح يوصلك كل جديد. صدقوني المعروك اللي طرحته من 4 سنوات ومن 3 سنوات ومن 2 سنين فعلا معروك بجنن صبايا. طراوي شوفي شقد طري وهش، رح اقسم لك يا باذن الله وقت الافطار. انا هلا قبل الافطار بساعتين نقطعه صبايا، فرجيكم الهشاشه والطراوه. شوفوا من جوا شقد هش، ونشوف يبقى لتاني يوم هش وطيب.